والاهتمام بالأطفال بكل تفاصيل حياتهم. اليوم حاضرة مع نورة. صباح الخير من جديد يا نورة. يسعد صباحك علاء. واليوم أكيد تفاصيل أكثر اللي نتحدث عنها عن هذا الاضطراب لكل الأهل اللي بيعانوا من هذا الاضطراب لأطفالهم، فرط الحركة ونقص الانتباه. كيف ممكن إنه إحنا نشخصه ونكتشفه ونتعامل معه بالطريقة الصحيحة؟ خليكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. اليوم رح نتحدث عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال. كيف ممكن نحن نتعامل معه بالطريقة الصحيحة دون إهمال الطفل، ولكن هم بحاجة لتشخيص سليم وأيضا علاج يتطلب دخول الأهل والأخصائي العلاجي وأيضا المعلمين في هذا المجال. أكثر نتحدث عنه لضيفتي دكتورة وفاء عقل، هي دكتورة وباحثة في هذا الموضوع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك عنا. في البداية قبل ما ندخل بتفاصيل هذا الموضوع، حابين نعرف ما هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والمعروف بالـ ADHD. بداية صباح الخير لك نورة، وصباح الخير لكل المشاهدات والمشاهدين، وشكرا تلفزيون فلسطين على اهتمامكم بالتحدث عن هذا الموضوع تحديدا. هلأ في البداية نحكي عن ما هو الـ ADHD. الـ ADHD هو الـ Attention Deficit Hyperactivity Disorder، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وهو اضطراب نفسي سلوكي يتم اكتشافه أو يتم تظهر أعراضه ويبدأ في مراحل الطفولة. ولكن لازم نحكي أنه هذا الاضطراب أيضا موجود عند البالغين والكبار. هلأ نسبة إصابة الذكور خلينا نحكي أعلى بثلاث لأربع أضعاف من نسبة إصابة الإناث، وهذا أمر يعني مثير للاهتمام. هي الحركة كمان لدى الأطفال الذكور كمان بتكون أعلى بشكل طبيعي من دون الإصابة بهذا الاضطراب. نعم صحيح. فهون كمان لازم نحكي برضو عن التفرقة بين الحركة الطبيعية والحركة المرضية، ولكن بشكل عام هذا الاضطراب موجود، وهو أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا لدى الأطفال. يعني إحنا ما عم نحكي عن إشي نادر أو إشي ما بصير كتير، وخصوصا في المنطقة عندنا هون يعني في نسبة لا بأس بها من هذا الاضطراب عند الأطفال. تمام. طب كيف ممكن كأهل يميزوا إذا فعليا الأطفال معروفين بحركتهم والأطفال هم حركة؟ يعني كيف ممكن الأهل يميزوا أنه هذا الطفل طبيعي يتحرك حركة طبيعية ضمن المعقول هنا نقول، أو أنه هذا الطفل يعاني من فرط الحركة، وبالتالي فرط الحركة تعني أيضا نقص الانتباه أيضا؟ تمام. وعلى أي عمر كمان بقدر أشخص أو نقول أنه فعليا هذا يعاني؟ تماما. هلا هذا الاضطراب غالبا يعني في معظم الحالات تظهر اعراضه قبل سن الست سنوات او السبع سنوات تظهر الاعراض، ولكن يمكن ان لا تشخص هذه الاعراض حتى البلوغ، او يمكن حتى ان لا تشخص، يعني نسبه اللي بتشخصه نسبه قليله لانه ما في وعي كافي لهذا الموضوع. ولكن انت حكيتي عن نقطه مهمه اللي هي كيف بدي افرق اذا هذا الطفل عنده نشاط طبيعي او نشاط مرضي، وخصوصا انه الاطفال بشكل عام بتميزوا انه كلهم اذا هلا بحركه. كل المشاهدين نعم حي اول ما يفكروا باطفالهم انه طيب ما هو بتحرك، فهل ممكن انه يكون مريض؟ هلا في البدايه في فروقات اساسيه بين النشاط المرضي والنشاط الطبيعي. الفرق الاول انه الطفل الطبيعي قبل، يعني خلينا نحكي عن النشاط الطبيعي، بيكون في قمته من عمر سنتين لخمس سنين، بيكون اكثر مرحله بنلاحظ فيها انه الطفل بتحرك كثير وبنادي عليه ما برد، بيلعب كثير، بنط بدون سبب. هلأ النقطة اللي بتميز النشاط الطبيعي أنه تختلف من مكان ووجود الأشخاص، يعني حسب المكان وحسب وجود الأشخاص. يعني بنلاحظ أنه الطفل كتير حركة مثلا في البيت، أو كتير حركة عند وجود أشخاص معينين مثلا بوجود الأم أو بوجود الجدة مثلا، بيكون الطفل يتحرك أو عنده هذا النشاط الزائد. ولكن لما بده يروح مثلا على المدرسة أو لما يجي أشخاص غريبين لاحظ أنه هدي أو خجل أو أبعد وكذا. هذا الفرق غير موجود عند الأطفال المصابين بهذا الاضطراب، اللي هم حركتهم ما ترتبط بمكان أو بزمان أو أو بأشخاص. عشان أنا فقط بس بدي أستثمر بهذا الوقت، هل بالصعوبة بتم تشخيصه لدى الأخصائيين؟ وكيف بتم يعني العلاج، خلينا نقول كيف بتم الحديث مع الطفل؟ هلا بدايه الطفل احيانا يرفض ربما الحديث من كثره الحركه، يرفض الجلوس ومبادره الحديث. نعم، هو الطفل اللي عنده هذا الاضطراب بيكون الموضوع عنده اوت اوف كنترول، يعني مش بارادته. يعني لذلك التشخيص يجب ان يكون بوعي الاهل انه اذا كان في هاي
الاعراض خلينا نحكي اللي بتكون زياده عن الشكل الطبيعي، يجب انه يتم عرض هذا الطفل على اخصائي ويكون التشخيص من قبل اخصائي. لانه في عندنا شيء اسمه الاوفر دايجنوسيس، يعني هلا بامكان كثير من الاهل انهم يطلقوا التشخيص بشكل عفوي انه هذا عنده، لا لازم التشخيس يكون من قبل اخصائي مسؤول. طب ما اسباب هاي الاضطراب هذا لدى الاطفال؟ ايش اسبابه؟ هلا بدايه خلينا نحكي شو اللي لازم نستثنيه عشان نقدر نوصل لتشخيص الاي دي اتش دي. يعني مهم جدا انه نستثني الاسباب العضويه قبل ما نبلش نفكر انه ممكن يكون اي دي اتش دي. في اسباب يجب ان نستثنيها مثل الاسباب المتعلقه بالغده الدرقيه، مثلا فرط او نشاط الغده الدرقيه ايضا هو ممكن ان يعمل اعراض تشبه اعراض اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه، او مثلا فقر الدم، ممكن الانيميا، ما هي رح تعمل نقص انتباه عند الطفل، رح يكون الطفل ممكن يدوخ يقل تركيزه، فلازم نستثني هاي الاسباب. ومن اهم الاسباب اللي لازم نستثنيها برضه المشاكل في السمع والنظر، لانه من الطبيعي انه الطفل لما ما يكون يسمع منيح حننادي عليه ونحكي معه، فبالتالي ما حيسمعنا، حنحس انه اوكي هو عنده نقص انتباه فرط حركه، فلا يجب ان نستثني هاي الاسباب ثم نعرضه على طبيب مختص يقوم بعمل لقاء و مقابلة خاصة مع الطفل وأهل الطفل وتشخيصه حتى يتم تشخيصه. نعم. أنت ذكرتي يعني أسباب ممكن تكون عضوية، ولكن يعني ما لها علاقة بأسباب أخرى خلي الطفل زائد بهذا النشاط وعلاقة التكنولوجيا إذا كان في لها علاقة في الموضوع، والساعات الطويلة أمام هذه الأجهزة، أو بالذات بعض الألعاب اللي بتطلب استجابة سريعة من جسم الطفل، فبالتالي كثرة هذه الألعاب بتساعد أنه هو السرعة ظلها متواجدة لعنده في الحركات وفي الكلام. نعم صحيح. هلا هون انت حكيت عن نقطه كثير مهمه وموجوده بكثره في مجتمعنا، هون رح نتطرق لكيفيه علاج او كيفيه التعامل مع هذا الطفل. حتى لو كان عنده النشاط الطبيعي برضه احنا لازم نقدر نضبط الطفل بطريقه انه ما ياثر على سلوكه، على علاقته باصحابه، او حتى على تحصيله الاكاديمي في المدرسه، لانه اللي بيكون عندهم هذا الاضطراب يعني بيكون عندهم نقص ملحوظ او مشكله بالتحصيل الاكاديمي، لهيك لازم نبعد عنهم كل هاي الشغلات اللي بتزيد من تشتتهم، مثل ساعات طويلة على التلفزيون أو حتى استعمال الأجهزة الذكية بطريقة مبالغ فيها. وكمان شغلة أنه يجب على الأهل اتباع نظام غذائي صحي، وهي نقطة كثير مهمة، لأنه الكثير من الأبحاث اللي بتدرس عن دور النكهات والأصباغ وكل الشغلات الصناعية الموجودة بما يعرف بالكاندي هي الطاقة، هي نفسها هي كمان تعطي طاقة للجسم. نعم. كأنها السكر. تشحن هذه الطاقات يعني أكثر، بحاجة أن يكون الغذاء صحي يعني. نعم. نبعد عن الطاقة خلينا نقول السكر. في السكريات بشكل عام هو من أكثر الشغلات اللي بتعمل طاقة عند الأطفال، وكذلك الكافيين، هم ما عادة ما مش لعمرهم الكافيين، ولكن في أطفال ممكن يتناولوا الكافيين، فنبعد عن هاي الامور، ناكل غذاء صحي طبيعي، خضره فواكه، هاي كلها يعني انت ما تاكل، فطبيعي انه الطفل لما بده يضل يعتمد على السكاكر وهاي المحليات. تمام. طب انتم كاخصائيين كيف بيتم التعامل معه؟ احنا هون نتحدث كمان عن انشطه ممكن تستخدم كعلاج، ممكن تستخدم كقضاء وقت مع الاهل، لحتى يعني ما بدنا نقول اذا هذا المصطلح موجود في مكانه، امتصاص للطاقه الطفل يعني لهذه الحركه. هي اكثر من امتصاص، يجب على الطفل ان يفرغ طاقته، يعني محاولة ضبط الطفل بطريقة مبالغ فيها ايضا تضر الطفل، يجب ان يكون هناك وقت للعب وان يكون هناك وقت للتركيز، فلازم يكون عند الطفل روتين، نظام، عارف الطفل انه هذا وقت اللعب، هذا وقت الدراسة، هذا وقت التركيز. في بعض الالعاب زي المعروضة على الشاشة ممكن تساعد مش بس الاطفال اللي عندهم اضطراب، لانه لازم يشوفهم اخصائي. الفكرة انه هاي الالعاب بتساعد الطفل انه يركز بالحواس ويركز بالنظر ويركز بالصوت. يعني هذه تستخدموها كلعبة مش كتشخيص؟ لا لا مش كتشخيص، هاي الالعاب بتساعد الطفل انه يساعد بتركيزه. كثير من الالعاب اللي مثلا انه يكون في لوحه فيها مجموعه من الحيوانات، انه ابحث عن القطه مثلا او ابحث عن الكلب، هاي بامكان كل ام في المنزل انه اذا حست انه الطفل شوي ما عنده تركيز او بشت كثير بطريقه غير مرضيه، ممكن هي لحالها تحاول تعالج الطفل بطريقه بسيطه. ولكن بنعيد وبنحكي انه اذا كانت الاعراض تؤثر على حياته ممكن تكون الاسباب مرضيه، يجب ان يرى طبيب. يعني قديش نسبه انها تكون الاسباب مرضيه؟
يعني كل طفل بيعاني من هذا الاضطراب، قديش ممكن تكون المرض دي كأعضاء جسم هو اللي مؤثر فعليا على فرط هذه الحركة عنده، مش بس اضطراب؟ هلأ نسبة هذا الاضطراب زي ما حكينا عند أطفال المدارس من 3-5% من أطفال المدارس بيعانوا من هذا الاضطراب، ولكن التشخيص زي ما حكينا يعني قليل. وأحد الأطباء يعني المختصين بهذا المجال دكتور مطيع الأشهب، هو من الدكتور يعني هو من الأساتذة اللي درسوني، وكان ينوه على فكرة أنه الحالات اللي بتم تشخيصها هي حالات قليلة جدا مقارنة مع الحالات الموجودة فعلا عندنا. طب أخيرا، هل ممكن فعليا أنه الأطفال يتخلصوا من هذا الاضطراب لأنه كمان مش مرض؟ هل ممكن أنه مع التقدم في العمر، التزام ربما بالحياة أكثر، بالدراسة، تحديد الأوقات لإله كما ذكرت، ممكن أنه الطفل يتخلص من هذا الاضطراب؟ هلا هذا يعتمد على وقت التشخيص وعلى شدة الأعراض الموجودة عند الطفل، ولكن نعم في نسبة لا بأس بها من الحالات اللي تقل جدا مع البلوغ. جميل، كل الشكر لك دكتورة وفاء عقل، دكتورة وباحثة، على كل هالتفاصيل اللي قدمناها. وإن شاء الله احنا كل أهل كمان كيف ينتبهوا لأطفالهم، ينتبهوا لتفاصيل ما يعانوا، لأنه ممكن يكون في شيء طبي خلينا نقول عضوي بيأثر على حركة الطفل، وبالإضافة لتحديد لهم للأطفال أوقات معينة، روتين معين، نظام غذائي صحي لحتى نساعدهم على التخلص من هذا الاضطراب. شكرا لك ويسعد صباحك. شكرا لك. والمشاهدين مكملين معكم ببرنامجنا وفلسطين هذا الصباح لغاية الساعة 10. كل شكر. كملين معكم مشاهدينا بالانتقال إلى سلفيت، هو مشروع ريادي لسيدة تقوم وتنجح بفكرة الزراعة البيئية. المزيد مع الزميل محمد شتية. سعد صباحك محمد. صباح الخير علاء، وصباح الخير نورة، وصباح الخير لمشاهدينا الكرام. اليوم حقيقة احنا امام قصة نجاح لسيدة من بلدة الزاوية استطاعت انشاء مزرعة بيئية. راح نتعرف على قصة السيدة سنية ابو عيد مع الزراعة البيئية وفي مزرعتها الواقعة في بلدة الزاوية. تفضلي ست سنية، اولا يسعد صباحك.